كان في المباريات الاخرى ده انا مكتوب في البيان. انا شايف ان دي يعني مطالب كلها منطقيه. كمان موضوع ازمه محمد الشيبي وحسين الشحات، انا شايف ان من الاول خالص من شهر 12 كان المفروض، او مش من شهر 12 كمان، كان من شهر 8 كانت المفروض لجنه المسابقات بتطلع قرار مع ممكن الناس تزعل مني يناسب الحدث نفسه. بس في اللائحه بتقول كده. ما لا، ما انا هقول لك حاجه، مش دي اقصى حاجه في اللائحه. انا هقول لك حاجه، بس انت هنا عاقبت حسين الشحات بماتشين. انا ما كانش عنده مشكله انك تعاقب حسين الشحات باربع مباريات، بس التقرير اللي اتسرب من كام يوم وبيدين محمد الشيبي ده تقرير مراقب المباراه، مش على فكره مش احنا اللي مطلعين ده، تقرير اتسرب ومحدش انكره لحد دلوقتي. طيب تم، اذا كان مراقب المباراه ادان محمد الشيبي ولم يتم توقيع على اي عقوبه، طيب فين بقى تخاف فرصه تتكلم عليه؟ مراقب المباراه ادان محمد الشيبي انه استفز لاعبي النادي الاهلي، فده اللي انا بتكلم عليه. كنت انت المفروض من شهر 7، من نهايه شهر 7 تطلع قرارات، حتى لو كان ممكن تزعل النادي الاهلي وقتها او تزعل حسين الشحات ان هي فوق اللائحه شويه، بس وقتها كانت هتقفل مشكله كبيره جدا. ما انت في جزء عندك في الاول، بس في نفس الوقت قرار معاقبه الشيبي طبقا لتقرير مراقب المباراه، وده كارثه على فكره ما حدش واخد باله منها، ان محمد الشيبي لم يعاقب. ناس تقول لك يا عم يعني انت عايزه كمان اتضرب، القصه مش انا اللي بقول ده، مراقب المباراه اللي كتب في تقريره لا مراقب المباراه اللي كتب في تقريره يدينه، مش انا اللي قلت ان وجهه نظر انه يعاقب ولا ما يعاقبش. طيب نروح للمعلومه. المعلومه اتحاد الكوره شايف ان انا ما ينفعش اطلع التوصيه باني من حق الشيبي يلجا لمحاكم النادي، لاني على افتراض الدوري الممتاز دوري الدرجه الاولى، انا لو عملتها كده واي حد يبقى القضاء المدني، لو في دوري الدرجه الاولى هنقول فيهم شويه ايه يعني، الامور ما بتحصلش مشاكل بهذا الشكل كتير، امور مصوره وتلفزيون وبتاع. طب الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه اللي في ناس بيحصل فيها بلاوي، لو انا فتحت الباب هيروح كل يوم الاسم والنقطه، كل يوم 14 15 محضر، فهم في كارثه حقيقيه، في كارثه حقيقيه بالمعنى المعروف، مش بقول لك بهزار. هم لو القرار ده طلع انت في الدرجات اللي ما بعد قرار الاولى، قرار طلع معلش ما فيش قرار، هو في قرار؟ لا في توصيه من لجنه الضباط يا كابتن، احنا التوصيه بتقول ايه؟ قول لي انا التوصيه بتقول، انا ما اعرفش لا في توصيه من لجنه الانضباط، ما اعرفش مدى صحتها، بس النهارده يعني تداولت في وسائل الاعلام وقال النهارده اللي انا سمعته من المستشار احمد شيرين رئيس اللجنه ان اللجنه لم تقدم استقالتها، وان هي عملت الاجتماع بتاعها في الاتحاد المصري لكره القدم، وان حتى الان لم يصدر ولا قرار ولا توصيه في موضوع الشيبي وحسين الشحات، في ضوء رد الفيفا بانها شان داخلي، في ضوء صح. طيب وفي ضوء تمام يا كابتن اسلام، ده كلام واضح من رئيس لجنه الانضباط. طيب تعال نحكم لغه انت العقل، انت كصحفي بقى قول لي، ما انا بقول لك تعال نحكم لغه العدل، لغه العقل، انا تملي احب اعدل الكلام على عقلي. القضيه انت جبت الماده، الموضوع واضح مش محتاج، انت مالك الفتره دي كلها بتناقش بند زي ده، بتناقش موضوع، الموضوع مش مستحق الفتره دي كلها الا اذا كان ايه؟ لا يمكن كان هناك، لا يمكن كان الفترة اللي فاتت هناك مثلا، انا مش دي مش معلومة عندي وبقولها بصفة شخصية ما اعرفش، ولكن هل من كان من الممكن ان يكون هناك مجال لترك الامر للحلول الودية التي لم يستطع ان يتوصل اليها اي احد او يتدخل فيها اي احد خلال الفترة السابقة؟ كابتن اسلام الموضوع كله، انا بس هنا مش عايز اتكلم عشان مبقاش في احراج، القصه كلها ما فيش حلول وديه، لان في ناس معينه عايزه توصل الموضوع، طالما النادي الاهلي طرف في القصه عايزه توصل الموضوع لابعد مدى، لو اي نادي تاني كان هيبقى في حلول وديه. فعشان بس نقفل يعني القصه دي، انا هنا بتكلم عن اتحاد الكوره ان هو ترك الامر. طب انا بقول لك، انا خلي بالك بقول الكلام اللي حضرتك وحضرته وانا عارفينه من بره، اللي هو ايه؟ ان احنا عارفين ان هم كانوا سايبين الامر الفتره اللي فاتت علشان اي مجال ودي، على الرغم من النادي الاهلي قال يا جماعه انا ماليش اي علاقه باي حاجه، وانا لا ولا ودي ولا بتاع، انا عايز اخلص كل حاجتي بما ينطبق على اللوائح والقوانين. الاتحاد يا كابتن اسلام في معضله حقيقيه وازمه حقيقيه. الموضوع ده لو التوصيه دي طلعت صحيحه، عشان اهو اللفظ يبقى كويس، ايوه، لو التوصيه دي طلعت صحيحه هيكون قدام مشكله. لو الدوري الدرجه الاولى الاستاذ محمود بيقول لك ان ده مصور تلفزيوني وبيتشاف والناس شويه في امن، طب الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه يبقى كل يوم في 90 محضر و90 قضيه و90 محكمه بسبب ان انت مشيت الموضوع ده. طيب والبقيه الطلبات بقى، انا شايف كلها طلبات منطقيه بدون استثناء، ما انا بقول لك التحكيم اتكلمنا عليه ده، بس انا التحكيم انا شايف لحد دلوقتي وجهه نظري ان طب انا مثلا انا بطالب يعني بعدين التحكيم وموضوع الشيبي وموضوع لائحه الكاس مصر والحقوق التسويقيه في حاله اللعب المباراه النهائيه خارج مصر، ثم معاقبه المسؤول عن موضوع كاس مصر ده انا شايفه يعني مع كامل الاحترام المفروض من قبل ما تبدا الموسم تبعت اللائحه، يا
يعني ده اجراء بيبقى شيء طبيعي جدا. ما حصلش ما احنا عارفين. ما هو بيقول انا بقولك الطبيعي في اي حته. انت مثلا دوري ابطال افريقيا، انت تعرف مثلا ان اللائحه برغم انها ما اتغيرتش مثلا بتتبعت لك كل سنه في اواخر شهر 7. معروفه دي. اول ما اتحاد الكوره المفروض الاتحاد المحلي بيخترك ككاف يقول لك انا اخترت الاهلي والزمالك لدور الابطال مثلا وفيوتشر وبيراميدز الكونفدراليه، يروح باعت هو اوتوماتيك الاتحاد الافريقي على ميلات الانديه دي الاهلي والزمالك بعت لهم لائحه دور الابطال، والزمالك وفيوتشر وبيراميدز عملوا لائحه الكونفدراليه اوتوماتيك من غير حتى ما فيش تغيير. كابتن اسلام، اتحاد الكره ارتكب جريمه لما بعت للفيفا بيستفسر عن ما هي الحالات. تعرف صوت الجواب كانت